هذا مجرد سؤال يعاودي ولي لي بزاف في لي كومونتير. ارمونيكس عاوننا في لي كونفيغ، انا ينظر نبيبليي تصاور في الانستغرام في التيك توك مام تاع الكونفيغ تاعي وتاع لي بيس اللي مالف نشريهم للبي سي تاعي. بصح يجي لي واحد يسقسيني يقول لي ارمونيكس انا يا زوالي ما عنديش دراهم، راني حاب ندير كونفيغ كيما نقولوا حد يقدي باش نحرق جي تي يا فورتنايت وراك عارف لي جو اللي يمشوا بزاف في الجزائر ببجي لايت كذايا. انا وجدت لكم واحد سيليكسيون، هذا يا مجرد راي معناتها اليوتيوبر تاك وكذا يا ما كلها تجو تتبلاوني ولا ولا كونفيغ راني عارف باللي سوا سوا وتمشي سوا سوا وما كلها الضربيه. المهم نهضروا شويه نفهموا بزاف، نبداو بلوحه الام معناتها بالمذر بورد. المذر بورد عندكم الازوس برايم، هذه هي ال410 الام في الاو، هذه هي. علاش خيرت الكارت مير هذه هي؟ فيرست اوف اول ازوس معناتها عندكم لا غارونتي تاع الكاليتي تاع البياسه، فيها زوج لي سلوت تاع لي رام تتقبل زوج لي رام، تسمى فيها حكايه الديوال شانل. وهذيك واحد السيد اللي كان يكذب عليكم تقول لك تقدر دير بارت وحده وكذايا ما نجبدوش اسمه بصح، العب على الديوال شانل تاعك لازم لك زوج لي رام، انا رايحين ليها من بعد في الباجا الاخرى. شوف هذه هي تتقبل لك لا كارت جرافيك اللي خيرناها ليها، تشيبسات على حسب البروسيسور اللي ديناه. يعني ذكر نروحوا البروسيسور، هاوليك البروسيسور اللي خيرناه هو الانتل كور اي 3 في الدي ميل معناتها في لا ديزيم جينيراسيون 100 اف. علاش هذايا؟ سي البروسيسور كيما نقولوا البيسيك كاع، هذه هي الحاجه القليله اللي تقدر تجيبها باش تلعب، يعني سي فريمون المينيموم المينيموم فيتال. ارمونيكس علاش خيرت هذا البروسيسور؟ حنايا رانا نهضروا على واحد راح يشري بي سي باش يلعب، ما راناش نهضروا على يوتيوبر، ما راناش نهضروا على واحد راح يشري باش يستريمي ولا واحد راح يشري باش يريكوردي ويلعب ويدير صوالح وحد اخرين، نهضروا على واحد حب يحرق. هذا ما كان هذا البروسيسور على حسب دراهمك على حسب البيجي تاعك لو كوست تخير هذا. هي راك تشوف عنده 3.6 في جيجا هرتز تاعو، يمشي مع لاكارت مير تاعنا. انا ما نمدلكش الديتالز، يعني راي فريمون تاع واش تقدر تخير في الكونفيغ تاعك. الثلاثيه كيما نقولوا تاع لا باز، وشنو هي؟ المذر بورد، السي بي يو، والبروسيسور، ولي رام. لي رام انايا كيما نقولوا فور اكزامبل خيرت هذوما مغاليين، مي انت تقدر تخير. انا علاش ديت لك هذو يا ليكزامبل هذوما؟ تخير 6 جيجا، 6 جيجا راهي المينيموم دوكا، خاطر شوي جيجا ولا تجي قليله بزاف هكذا كتعاني كي تلعب جي تي وكلش. دوكا لازم لك المينيموم في 6 جيجا، لازم لك 6 جيجا. وهذه لاكارت مير تاعنا بيان سور تشيبسات هذا يمشي معاه دي دي ار كات، دي دي ار كات هاهيك حبسنا بون هنايا في دي دي ار كات. بون الكاس 15 هذوما مش راح نفهمكم فيهم خاطر ماشي الدومين، اونف نقدر نفهمكم الا فيديو طول بزاف. خير وحده وقد ما لا فريكونس تاعها تكون طالعه في الميجا هرتز قد ما راك رايح تربح شويه الاف بي اس في الكونفيغ تاعك على حسب لي جيم اللي راك حديرهم. يعني نهضر لك على جي تي او فورتنايت وكذايا، راك تلعب في الميديوم في الهاي كونفيغ هكذايا ماكسيموم، يعني ماكسيموم. علاش دوكا انا جايك؟ هذه هي الثلاثيه تاعنا، عندك البروسيسور في الانتل كور اي 3 2100 اف، هذايا كيما نقولوا المينيموم فيتال معناتها ما تقدرش تجيب تحته سينو ماكش راح تقدر تمشي هذوك لي جو. الازوس برايم الاش 410 هذه تقدر تجيب دي كارت مير واحد اخرين وكلش، انا برك ننصحك بهذه يعني التشويس تاعي نعاود نقولها لك. لا ميموار، لا ميموار على بالك في الجزائر عندك الاداتا والاكس بي جي وما نعرف وكذايا. المهم خير رام تكون في الدي دي ار كات ولا فريكونس تاعها تكون طالعه شويه. فور اكزامبل هذه 3000 ميجا هرتز خليها في 3000 ميجا هرتز حدها، فهمت؟ لا 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 كيما نقولوا لا ميموار، لا ميموار هنايا انت ودراهمك، معناتها اذا شت روحك فري مزير تقدر تجيب كيما نقولوا ديسك دور كلاسيك معناتها اتش دي دي انتيرا ولا 500 جيجا على حسب انت واش راك حدير بالبي سي. بصح 500 جيجا دوكا مع الوقت ولات قليله بزاف، لازم لك انتيرا في المينيموم وتقدر دير له اس اس دي صغير. انايا خيرت هذا الاس اس دي في الام 2 هذايا، بون كاين لي اس اس دي واحد اخرين في الجزائر تلقاهم، مي الام 2 لازم تجيب مينيموم واحد صغير كيما نقولوا، واحد صغير كيما هنا في الكروسيال الصغير كاع تاع 500 جيجا، بصح كاين تاع 250 جيجا فهمت، هذوك تقدر تصيبهم في دي مارك واحد اخرين. علاش لازم لك اس اس دي؟ الاس اس دي كيما نقولوا لازم في الخفه تاع البي سي باش البي سي يشعل لك بالخف باش يكون رياكتيف في ليطاش تاعو، فهمت؟ هذوما لازم لك في البي سي تكون مستالي ان اس اس دي. الوغ تكون داير ساطا كيما هذوك الاس اس دي الكاريات
ولا الام 2 ولا على حسب انت ودراهمك. انا يخيرت لك ام 2 هذايا الان في ام وشباب الان في ام هذايا، علاه؟ خاطر في لاكارت مير تاعنا هنايا راك تشوف بلي عندك سلوت صغير تاع اس اس دي، وهذا الاس اس دي رايح يبدل لك حياتك لو كان تزيد تصرف شويه وتستاليه تربح خفه البي سي تاعك يولي حاجه واحده اخرى كيما نقولوا، فهمت؟ انا يا خيرت هذايا اس اس دي خاطرش هو الموديل اون جينيرال اللي يمشي بزاف، وانا يا عندي واحد هكا تاع انتيرا وعندي واحد اخر تاع انتيرا سامسونج في الايفو في الكونفيغ تاعي هذه، ما عنديش مانيش داير ميم با اتش دي دي ولا داير جوج لي اس اس دي ام 2. لاليمونطاسيون هذه لاليمونطاسيون كيما نقولوا لا كونفيغ صغيره ما تكونسوميش بزاف، فهمت؟ تخيل اليمونطاسيون 500 واط هذه ال 500 واط. علاش 500 واط؟ خاطرش لي كومبوزون تاع البي سي تاعك المكونات تاع البي سي تاعك ما يكونسوميوش بزاف، فهمت؟ سو انايا نمد لك كونساي كيما نقولوا تاع واحد حبيب وما يعرفش هاردوير بزاف، بصح نمد لك كوميم الكونساي هذايا. ما تخيرش اليمونطاسيون تاع قوم لوط اوريس ويكو ولا نيو يوكو ولا موكو ولا، روح دايما زيد شويه دراهم وروح لي ريفيرونس. لي ريفيرونس شوف البيك وايت الايروكول التيرمال تيك عندك بزاف لي ريفيرونس، عندك الانير ماكس شوف صاحبي وين تروح عندك بزاف كيما نقولوا لي ريفيرونس تقدر ديرهم. وهاهم كيما نقول كاين ميم دي مارك ما نعرفهمش، هذه هي مارس جيمنج هذه مي ال سون سوبر بيان نوتي، راك تشوفهم شي غاليين بزاف. فور اكزامبل هذه هي راهي غير 34 اورو، فهمت؟ الور دائما نقول لكم عاود ما تخيرش لي مارك اللي ما عندهمش ريفيرونس عالميه. علاش؟ باسكو كاش تاع كاليتي كذايا البروندينغ، فهمت؟ معليش خير وحده مخدومه كيما نقولوا بلي بياس شبان. راك تشوف هذه سمارت ار جي بي هذه، هذه ال 500 انا عندي 850 في البي سي، دير برك في بالك، فهمت؟ مي وشنو راك تشوف فيها الار جي بي كاليتي شابه، وزيد جايه من عند ثيرمالتيك. ثيرمالتيك وان اوف ذا بيست كيما نقولوا فاكتوريز في كاع لي كومبوزون تاع لي بي سي هذه في الريفرواديسمون، باسكو يخدموا ميم الواتير كولينغ وكذا. المهم راني نقول لك خير برك اليمونطاسيون تاع 500 واط انت ودراهمك، بصح ما تخيرش هذوك لي زاليمونطاسيون كيما نقولوا البي اس اللي ما اكزيستيوش هذوك، هذا ما كان. المهم والاهم لاكارت جرافيك انا التشويس تاعي باش تلعب جي تي ا كيما نقولوا جي تي ا وفورتنايت وكذايا، تخير وحده في 1650. علاش 1650؟ ال 1650 هذه الكارت جرافيك راهي رايحه كيما نقولوا بالعربيه بالدارجه تاعنا راهي رايحه تدور لك هكذا، تدور لك تمشي لك لي جو اونلاين كيما جي تي كيما كذايا في الميديوم في الهاي، فهمت؟ ما انت راه رايح البي سي تاعك يوبتيميزي جو باش يمشي لك سوا وتقدر تلعب وتستبن الجيم تاعك. انا يعطيك لكم كونفيك في حدكم نعاود ونقولها، علاه؟ هذه هي فريمون تساعدك باش تيكونوميزي الدراهم، وهذيك اللوحه الام هذيك راهي قابله للتطوير، ما انت تقدر تبدل بياسات من بعد هكذا ما كاش مشكل، بصح هذه هي محتمه عليك تغارديها في المينيموم باش تلعب بجي تي ار بي ولا فورتنايت ولا كذا، فهمتني؟ علاه انا خيرت جيجا بايت. بون جيجا بايت هذه هي جي فورس جي تي اكس 1650. كي تعاود تولي هنايا في 1650 عندك بزاف، عندك الاسيستف، عندك الام اس اي، هذو ما غاليين، عندك الباليت، عندك البي ان اي، شوف عندك بزاف لي كارت جرافيك. انت يا تقدر تصيب اوكازيون ولا تقدر تصيب جدد ولا تقدر تصيب مانيش عارف على حسب لي فوندر، كم عارفين بلي هذو اليامات راهي سرقه بزاف. بصح لازم لك على الاقل في المينيموم وحده 1650، ما كان لا تهضر لي على 1050 تي اي وكذايا. انا يا نهضر لك باش تلعب في 2021، فهمت؟ معناتها في المينيموم هاي لك 1650. هذه هي الكونفيغ هذه كيما راهي كاع هكذا. بون زدت لكم واحد بواتي، يعني لي بواتي بي سي ماشي شرط دير بواتي كذا ار جي بي وكلش، عندك لي بواتي سبيريت اوف جيمر يديروا 800000 700000، شوف انت على حسب البيدجيت تاعك، فهمت؟ بون هذوما هي لي بري راهم بلورو زيد في فرنسا دونك شويه غاليين، سو انت بالك في الجزائر تقدر تصيب كيما نقولوا بالدولار بري يكون ناقص شويه. المهم هذه هي كيما نقولوا عفسه تاع ازواق وكذايا، تروح تشوف انت من تشري البواتي تاعك.
لازم لك برك ان بواتي اي تي اكس. باتي بواتي اي تي اكس وشنو هو؟ سي لي تور الكبار، معناتها لي بواتي كبار، هذا ما كان باش من بعد قلت تحب تبدل كارت جرافيك تجيب وحده كبيره ولا يكون عندك بلاصه. فهمت؟ انا راي عندي وحده 2070 اس دايره قد الدنيا خبز، راني نقول لك الكارت جرافيك هذيك الكارت جرافيك جبت لها بي ميكرو شغل لا تور بواتي اي تي اكس كبيره، راهي في لي تسع وراهي تبرد مليح كيما نقولوا. فهمت؟ دونك نتايا شوف انت على حساب دراهمك. المهم كي تجمع كاع الكونفيغ هذيا وراك رايح تحسب دراهمها وكلش، طيح لك كيما نقولوا ما بين وما بين على حساب انت وتشري البياسات بين 8 ملايين و 11 مليون على حساب الفوندور وعلى حساب الجزائريين اذا سرقين شويه ولا بزاف. انا ني ساعفتك، انا نورمالمون درت حسابي بلورو هذه الكونفيغ طيح لك وحده 9 ملايين وشي بلورو. فهمت؟ دوكا في الجزائر انت اذا دير لها حساب الله اعلم شحال طيح. هذه هي. المهم ان شاء الله هذه الفيديو تكون عاوناتك. انا درت لك كونفيغ الاولى هذه، انا حنبالك نزيد سيري واحده اخرى عليها. هذه هي لا سيري هذه، درت لكم وحده كيما نقولوا تشيبسات انتل. فهمت؟ معناتها هذه كونفيغ سبيسيال انتل. اذا شفت هذه لا فيديو جا فيها التفاعل مليح راني ندير لكم تشيبسات واحده اخرى تاع AMD، معناتها ان كونفيك تمشي بالرايزن بالAMD رايزن. وانا عارف بلي AMD رايزن تساعد بزاف الناس، سو عليكم برك تتفاعلوا في الفيديو هذه وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير، ويعني اللي عنده اي انتقاد كيما نقولوا في محله ما كان له يروح لمن ولا منا خليوها في لي كومونتير ونريبونديو عليها وبالك كاع نناقشوا عليها في النيكست فيديو ان شاء الله. اوكي جايز، باي ذا واي اللي ما على بالوش راني نستريمي في تويتش، اللينك تلقاوها في الديسكريبشن ارباحو، ومن بعد ندير لكم كالندري كذا خاطر شاني مازلت ريغلي فيه، بصح راني نستريمي قريب دائما في تويتش. سو مرحبا بكم هكذا جايز، ايا تهلاو في روحتيكم، نتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله، وان شاء الله هذه الفيديو تكون عاونت عبد ولا زوج ولا الف ولا ما نعرف هكذا. ايا بيس جايز و سلام تشاو.